اسماعيل بورك، انت من الفريق ديال وجده اللي ربح المسابقه ديال كاس كوكا كولا بالمغرب، ونلتي الفرصه ديال انك تحضر هنايا وتمثل المغرب في هذه المسابقه ديال كاس كوكا كولا بفرنسا، كيفاش جات المشاركه ديالك؟ المشاركه ديالي راه كنبغى انا نشارك بحال هذا، ديو شرف ليا باش نمثل حتى انا المغرب، كنا احسن فريق تما في المغرب، دائما الراب اللي كتلعب مزيان كتربح، وكاينين الدراري اللي كانوا ضايعين ما بين شي فراقي، هما جاو دابا بانو، كاينين فرق من كاع انحاء العالم، واخا حنايا غير ربعه ماشي بزاف، كاين شي دول جاو لعابه بزاف، حنا جينا ربعه وكنمثلوا المغرب على احسن وجه ديالنا، كنديروا كاع اللي في جهتنا، وتاكوكا راه دايره كاع في جهتها هي اللي كتعطينا الامكانيات باش نقدروا نبينوا جهدنا، ودابا رانا لاعبين هاد الشامبيون ان شاء الله تكون كل شيء مزيان ان شاء الله. كيفاش كيتم التقسيم ديالكم؟ واش كتلعبوا فريق مغربي بوحدو ولا كيتم التقسيم ديالكم على فرق؟ لا ما كنلعبوش المنتخب المغربي، حنا جينا غير ربعه، كاين اللي جا 11 لواحد، كاين اللي جا سبعه، كون جينا المغرب كامل نقدو نديوها، كيلعبوا بقتاليه المغاربه، هنا عندنا كيجيو كيجمعونا من كل واحد من دوله، ما كتكونش التناسق بيناتنا، كتكون كره مزيانه كنلعبوا مزيان، ولكن التناسق ما كيكونش مزيان. رسالتك للشركه ديال كوكا كولا؟ الدوري واعر بزاف مزيان، وخلانا هو اللي خلانا نبانو، وخلانا وكوكا نشكروها خلوها مزيانه، هما الدراري باقيين لاعبين، وكلشي مفتخر بكون هاد الدور، كون ما كانش هاد الدور نقدو كاع ما نبانوش ما بين هادو، والرعايه كاينه بزاف.